وهلا بدي اقطع الجبنه للكنافه وحليها. واطيب جبنه للكنافه هي جبنه العكاوي تشيكيه، وعنا هي جبنه الجبل، هيدي اطيب جبنه للكنافه وبتعطيها المطه. ولما بدنا نغمرهم بقلب المي، المي لازم تكون مش سخنه، مي بارده. حطيت كل غيار وغيار بحط على وجه الثلج. وهيدي الجبنة بعد ما حليتها هلا عم صفيها عشان اقدر اشتغل فيها. وهلا بدي بلش احط عجينة الكنافة. هيدي العجينة جبتها من عند مختصين بالحلو، طازة بيعملوها هن فريش. راح بلش اقطع فيها. هلا راح احط على الكنافة سكر تعطيها قرشة وكمان تعطيها لون كتير حلو، يعني تقريبا ما 3 معالق. برجع بدلق الزبدة وبلش اخلط فيه. هلا بدي احط سمنة تقريبا 5 معالق وبدهنها بالصينية كل جوانبها. بعد ما خلصناها هيدا عملته خصوصي لاكبس فيها الكنافة، يعني الاختراع حلو، ما بنحط تقيلات ولا شيء. هيدا بكبس فيه حتى تتقلب عجينة. هلا بدي احط الجبنة الجدل اول طبقة، الطبقة التانية من جبنة العكاوي التشيكية، هيدي كمان كتير بتعطي مع جبنة الجبل، بتعطيها كتير طعمة طيبة. مثل ما شايفين نضلنا نعمل هيك ربع ساعة هيك على التراب. هلا بعد ما خلصناها وزيناها، شوفوا المطة تعيدها. شوفوا المطة